عندنا الميت قبل وعند وبعد الوفاة، قبل وعند وبعد الوفاة. الميت خلاص، قبل الوفاة يذكر بأداء الحقوق وكتابة الوصية إذا كان له حقوق ليست مدونة غير معلوم بها، مفهوم؟ أو يعرف أن الجماعة يصنع بدع بعد موته، هذا يجب في حق أن يكتب الوصية، مفهوم؟ تمام. لن يعذب إذا كان لم ينبههم، هذا قبل إيش؟ الوفاة. وطبعا قبل الوفاة لا يقنط من رحمة الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عيادة المريض. ما معنى العيادة؟ من العيد تعود وتكرر عليه الزيارة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعاد وتكرر عليه في الزيارة كل جمعة كل سبت كل عيد كل كذا. نعم. قبل، عند الوفاة يستحب تلقين الميت. تلقينه بماذا؟ بلا إله إلا الله، لكن بلطف نلقنه ثلاث مرات، تلقن الحمد لله، ما تلقن تتركه قليل، ثم بعد هذا تعيد عليه التلقين، مفهوم؟ بعد الوفاة تلين المفاصل ويقال يشد لحييه، ونبدأ بتجهيز الأصل، المسارعة بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه. نعم. بعد الوفاة قلنا التجهيز والتغسيل والصلاة عليه، ولهذا ذكروا كتاب الجنازة في الصلاة، لأنه من أكثر ما ينتفع به الميت الصلاة عليه، وهذا أشرف مكان فذكر هنا. نعم. انتهينا؟ الحمد لله. طيب.